المكان عرفة، الزمان التاسع من ذي الحجة عرفة، المناسبة وقوف عرفة عرفة. لنعرف أكثر، عرف المكان عرف الزمان. عرفة المكان لا يتاح إلا لمن في الحج، وعرفة الزمان ممتد إلى الجميع. عرفة جبل ما ليس عليك أن تعتليه، يكفيك أن تتواجد في محيطه لتكون ارتقيت أعلى مناسك الحج، كما لو أن العبرة هنا بتذكيرك بأن وجودك الشخصي في القمة ليس مهما بقدر وجود الأمة التي تنتمي إليها في الأعلى. لم يحدث أن سمعنا يوما أن عرفة هي أعلى قمة في العالم، ولكنها أعظم قمة في العالم، واختصرت أعظم أركان الإسلام فيها الحج عرفة. وكأن المغزى هنا هو أن نعيد تعريف وحدات القياس لدينا. حيز المكان والزمان له ميزة. في عرفة الوقت يمضي بسرعة، تكاد تسمع تكات الساعة وهي تتسارع لتنهي اليوم. تعلم أن هذا اليوم محدود، وعليك أن تنهل منه ما استطعت قبل غروب الشمس. هي ساعات محدودة وينتهي كل شيء. لا يمكنك أن تتجاهل معنى كلمة عرفة، لا يمكنك أن تتجاهل ارتباطها بالمعرفة، لا يمكنك أن تتجاهل ارتباطها بالجبل، لا يمكنك أن تتجاهل أنها الشعيرة الوحيدة التي اختصرت الحج. إنها تعيد تنسيق أفكارك لتتسلق جبل عرفة وأنت على أهبة الاستعداد. المعرفة جبل، جبل ترتقيه بطريقة ما، وهذا هو جوهر يوم عرفة. معرفة ماذا؟ ألست ستطلب المغفرة من الله؟ ولتفعل ذلك عليك أن تكشف خبايا نفسك لنفسك، عليك أن تواجه نفسك، أن تواجه ذنوبك، كل ذنوبك التي أخفيتها حتى عن نفسك ستواجهها هذا اليوم. هنا في يوم عرفة، الزمان والمكان، أنت تعرف أن المغفرة تتطلب المواجهة. عليك أن تتعرى من كل ذنوبك اليوم. نعم، المواجهة صعبة، لكن المغفرة تستحق ذلك. المعرفة قوة، والحصول عليها ليس بالأمر اليسير، ولكنها عنوان ذلك اليوم المهيب. ولأنك تريد المغفرة ستواجه نفسك بحقيقتها، ستتعرف على نفسك أكثر. حياتك تستحق أن تراجعها، حياتك تستحق أن تعرفها. يوم عرفة ستعرف. ألم أقل لك أن المعرفة قوة؟ ستعرف نفسك وتعرف ربك الذي تطلب منه المغفرة. لا شيء يجعلك تعرف عظمته حقا أكثر من أن ترى نفسك في ضعفها، وأن تعرف ذلك الإنسان الآخر الذي تتمنى أن تكون بعد انتهاء هذا اليوم. عرفة هي قمة العالم بطريقة ما، ولديك الفرصة لتتسلقها اليوم. في عرفة لا نطمع فقط إلى أن يغفر ذنبنا، بل أن نتمكن من إصلاحه أيضا.